نزار أبو حجر بشكل خاص أنا بالوسط الفني حاولوا يقطعوا لسانك ما يخلوك تحكي كلمة الحق؟ بيحاولوا ما بيخلوك. هلا إذا بتحكي كلمة الحق بيستصغروك يعني نجومك، إذا بتحكي كلمة أنت إذا بتبدع دور فبيستصغرك. إذا بتبدي أنا شو أدواري، إذا بتشوفها أنت أدوار عبارة صغيرة إلا أنه كانت تخيف نجوم. وللأسف النجم كلمته السائدة وهو المصدق ونحن براتها. فهذا مو قطع، هذا مو قطع لسان طبعا، مو بس قطع لسان، قطع وجود. يعني في واحد بيطلع بيقول لك شو استرتشو لنزار أبو حجر، يعني تصور يعني شوف شوف شو هالكلمة، شوف يتكئ على كم مقولة ثقافية وبيحكي بأسلوب ثقافي وبيصدق حاله انه هو مثقف، مو عرفان انه هو مغلق بهالكلمات الثقافية، ما عنده افق من جوا. شوف الفكرة اللي انا عم بعطيك اياها، وبيقول لك شو استرتشو الثقافي، نسي انه انا استرتشي الثقافي انه المسرحيات اللي شايفها من بده 100 سنة ليشوفها اي واحد، المسرحيات اللي محللها، المسرحيات اللي فهمانا إن كانت مسرحيات محلية وإن كانت مسرحيات عالمية، هو ما بس هو واللي عم يتبعوه ما بيعترفوا فيك.